من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان. الجنرال المتقاعد أنطوان كريم اهلا وسهلا فيك. لفتني هلا قبل ما تفوت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي منا موقع محررون بيقول حدا بيكتب أسوأ اختراعين يعني اكتشافين بتاريخ البشرية المسدس والفيسبوك، الأول جعل الجبان يهدد الشجاع والثاني جعل الجاهل يناقش المثقف. ليش دخلك المثقف بده يتناقش مع نفسه أو بده ينور الناس؟ يعني شو رأيك بهذا أنه المسدس جعل الجبان يهدد الشجاع والثاني جعل الجاهل يناقش المثقف؟ ما في نقاش بين جاهل ومثقف، فيسبوك وبلا فيسبوك. نعم بيقول بس انه ما مش لازم تنور ال... مش لازم تنور التنوير شيء، يعني اذا مثقف بيتناقش مع بعضه ولا بيتناقش مع العلماء؟ التنوير شيء نعم، والنقاش شيء ثاني. نعم. نقاش حول فكره معينه من اثنين. نعم. عندهم اراء مختلفه، بس التنوير واحد مثقف عم بينور واحد ما بيعرف. نعم. مثل ما هلا عاملين الثوار بيختلف الساحات عاملين. نعم. خيام. نعم. لتنوير الناس حول حقوقهم، حول التدابير الدستورية وكل القصص هذه، الناس ما بتعرف، بصير انت توعيها. نعم. تنوير توعية هذاك نقاش، نقاش بين اثنين من مستوى معين. طيب اذا في ذو حدين، يعني كانه الناس اللي مع الحراك اللي ضد الحراك انه شو هذا الفيسبوك، وقت بصيروا ضد الحراك بيتغير انه نحن الوطن، يعني الكرة الأرضية هي وطن صارت معولمة، والناس بتاخذ وبتعطي ان كانت على السوق او على الفيسبوك. وسيله للتواصل. نعم. قبل الفيسبوك كان في الراديوات والتلفزيونات. نعم. قبل منها الصحف. نعم. قبل منها يطلعوا ناس يعملوا كتب. طيب عم تتطور هالعالم وعم تتطور معه. نعم. التقنيات والتواصل الاجتماعي مش ضروري كل العالم تكون نخب، يعني ما انت الراي العام هو الراي العام. هلا انت يعني بيبقى نخب بيكتب شيء وبحطه على الفيسبوك والناس بتعلي حسب خلفيتها وحسب مستواها واستيعابها. نعم. للامور هي. لذلك بقول لك انا، انت بيجي واحد مثقف او متعلم بحط شيء وانسان جاهل شو بده يفهم اللي عم بحطه؟ ما بفهم شيء. طيب. بيعلق على خلفيه معينه. طيب جنرال كريم، اليوم حضرتك يعني عندك مسيرة طويلة، مسيرة عسكرية طويلة، وبذات الوقت في يعني حقبات سياسية مرت فيها البلاد مثل اليوم، كيف تنظر إلى هذه المحطة؟ هل فعلا هي محطة جذرية تغييرية أم أن محطة مثل أي محطة مرقنا فيها من سنتين ثلاثة أربعة خمسة لهلا؟ لك هيدا عم بيصير بلبنان، إلو شيء داخلي وإلو شيء خارجي. نعم. الداخلي الناس نزلت لأنه طفح الكيل، لأنه انسد بوجه أفق المستقبل، يعني لا عم تقدر تلاقي شغل، لا عم تقدر تعيش، لا عم تقدر تسافر، لا عم تعمل شيء، شو من نهاية لوين بدنا نوصل؟ نزلوا. وأهميتها أنه عصب اللي نزل هن الطلاب، وعادة الحكومات بكل دول العالم بيسقطوها اثنين، او التحرك النقابي او التحرك الطلابي. نحن النقابات عندنا مسيسة، اذا عم يشاركوا كاشخاص يعني. نعم. انما الطلاب عم ينزلوا عفويا لانه تخرجوا ما في مستقبل، او رح يتخرجوا وعارفين حالهم جايين على. نعم. مش بس انه نزلوا هن لانه هيك، كمان نزلوا يعني بقول لك ليه بتستمر؟ لانه ما عندهم هدف يعملوا نواب ووزراء، عندهم هدف انه تفتح الافق قدامهم. يعني بين هال 100,000 او هال مليون او هال 500,000 قد ما تسميهم، ما راح يطلع 100,000 بده يعمل وزير او نائب. طبعا هن عم بفتشوا كيف يقبوا بهالبلد ويقدروا يعيشوا بكرامه وبحريه. كل واحد بيوصف القصه شيء، هيدا من الشق الداخلي. نعم. نزلوا ورافضين السلطه الموجوده لانه وصلتهم لهالمستوى واستقالت الحكومه. هلا المحاولات اللي عم بتصير انه منركب منرقع نرجع منجيب جهوزاتها لانه عندها طموحات شخصيه او انا بقول لك هاي الحكومه اللي كانت موجوده هي نسخه مصغره عن مجلس النواب، لانه كل القوى الموجوده اللي باستثناء الكتائب كل شيء موجود مجلس النواب موجود بهاي الحكومه. وقت بتسقط الحكومه انت عم تسقط كل المنظومه اللي مشكله حتى مجلس النواب. هلا بيقولوا بدنا بالدستور الاليات الدستوريه نغير الوضع، طيب انتوا اللي عم بيصير هلا بالتكليف والتاليف اليات دستوريه، يعني ساعة اللي بدكم الدستور بتستعملوا لصالحكم، ساعة اللي بدكم طيب بتفزوا فوق. هيدي هون وين القطبة المخفية؟ اليوم عم تقول انه اسقطوا الثقة عن الحكومة فسقطت الحكومة اللي هي صورة عن مجلس النواب. طيب إذا هالشعب اللي نازل على الطريق هو نص الشعب اللبناني اسقط كل الحكومة. طيب اذا عم تقولوا في ناس عندهم راي غير، طيب مجلس النواب يسقط نصه ويبقى نصه؟ لا مش هيك.
مجلس النواب اصلا كان ممثل بكل الحكومه يعني، مش عم بقول لك انا، مش انه الشارع ما كان موجود. نعم. خلق الشارع من الثوره، مش هيك؟ نعم. فاذا هذه الفئات اللي كانت بالحكومه هي صوره مصغره على مجلس النواب، بيجي بقول لك طيب هلا اذا طلبته بحكومه حياديه، نعم، ما فيها ناس كانت موجوده، ما بدك تروح خلال من خلال مجلس النواب. انا بقول لك هذه ثوره، بما انك انت سقطت الحكومه اللي هي صوره مصغره على مجلس النواب، الحكومه القادمه يلي بدها تكون مقبوله من هذا الشعب بده يكون عندها صلاحيات تشريعيه لتقدر تعمل تاخذ الاجراءات اللي بتخليها تسرع بالامور، بدها تاخذ بعين الاعتبار الشيء اللي صار على الارض. طبعا الاجراءات التشريعيه الصلاحيات الاستثنائيه بتعطيها اياها هي لتسرع وتتجاوز كل هالتنظيم الموجود. اذا بدك مش صلاحيات استثنائيه لاعاده ترميم السلطه اللي كانت صارت. لا ترميم السلطه ما سقطت، سقطها الشارع، هذا من الداخل. فاذا كل تركيبه هلا عم يتداولوا فيها ليرجعوا يلفوا على الناس يلي سماهم احدهم انه هو شلغطان ونص، ما بعرف فريقه قد كم شلغوطه بيطلع. نعم. يعني بالنهايه ما راح تكون مقبوله من الشارع، مثل ما سقطت اول وحده سقطت ثانية. الشغله الثانيه بيسقطها كمان خارجيا انه هيدي الوزاره كانت قائمه حاولت بسبب الازمه اللي صارت الماليه والنقديه، واليوم طلع احدهم يقول خي مش الدولار 1006 ب 1007، ما في دولار بالسوق، ما في دولار بالسوق يعني رايحين على انهيار، كل البوادر الاساسيه بدنا نستوردها وقفت. وبالتالي حاولت هالسلطه اللي كانت موجوده انه تجيب مال ان كان عن طريق الفرنسويه او عن طريق الخليج، ما اخذوا ولا فرنك. يعني حتى لو رجعوا الفوها هذه بشيء مشلبن كمان لن تحصل على ثقه الخارج، ما راح يجي ولا فرنك. طيب شو بده الخارج؟ الخارج بده، عم بيقول لك عم بيدعموا تحركات الشعب وعم بيدعموا مطالبهم بحكومه انقاذيه بوجوه غير سياسيه، غير حزبيه او غير الطقم اللي كان موجود. بتقلي ما طيب ما وزاره الخارجيه بدها سياسي، بطل في سياسيين الا الافغان. طيب هو مهندس كيف صار سياسي يعني؟ عم يستخفوا بقول العالم، نحن عندنا اهم ناس مفكرين موجودين بالجماعات وموجود خارج. حتى تصبعك على الجرح، اذا وزاره الخارجيه وزير الخارجيه ايا يكن بده يقول انه نحن لا نستطيع مواجهه اي محور من المحاور، وخصوصا المحور اللي انتم كخارج بتسموه محور ايراني او محور ما بعرف شو، ونحن التركيبه اللبنانيه هي تركيبه جامعه فيها يعني غالبيه الشيعه ممثلين بحزب الله وحركه امل، والغالبيه المسيحيه ممثله بهالفريقين ثلاثه وكذا. يعني اليوم قصه وزاره الخارجيه هي محور اساسي من محاور المواجهه القائمه هلا على الساحه، كانت مواجهه اجتماعيه او سياسيه. انا بقول لك اللي عم يصير طبعا هو اساسه حزب الله وسلاح حزب الله، واللي عامل المشكل انه سلاح حزب الله عنده عنوان ايراني، نهار بيصير هالعنوان لبناني بتنحل كل الامور. نعم. وهذا الشعب مستعد يعني، هذا هن فئه من الناس، والناس عم تقول لهم خي نحن منكم وفيكم تعالوا عنا، ليش رايحين لغير محل؟ نهار بحطوا عنوان لبناني بتستوعبهم كل الناس وبتحيطهم وبتحميهم وبيقلع البلد بواحد. يعني انا بدي اقول لك الاساتذه اللي بيعلموا علاقات دوليه بالجامعات، نعم، شو هول منهم سياسيين؟ لا اكيد. اي استاذ ما في حدا مش مسيس اصلا، فاذا ما بقى تعمل حكرا على فلان وحكرا على فليتين، فلان لانه عنده هدف شخصي بده يصلي على رئاسه الجمهوريه، واذا بيطلع من القصه يمكن بتقل حظوظه. انا عم اقول لك الحكومه الانقاذيه هي بدها تكون حائزه على ثقه الداخل، خاصة هاو الناس بالطرقات، وعلى ثقة الخارج يلي بده يبعث مال، لأنه إذا بعت مال ما بكفي تجيب مال أنت، هو استعمال إدارة المال. إذا ما أدير المال بشكل صحيح ليصير في يرجع ينهض البلد من الأزمة اللي هو فيها ويعمل إصلاحات، ما بكون عملنا شيء. إذا جبت المال عن هول الجماعة هن ذاتهم يلي ما قدروا جابوا مال، معناتها عم تقول له روحوا خذوا المال واستعملوا مثل ما أنتم بدكم إياه مش للناس. سو عدم رؤية اللي عم بيصير ما راح يوصلنا لمحل. برايك راح يضلوا يلتفوا على الحراك؟ راح يضلوا مناوره باي، راح يضلوا باي حكومه باي كل شيء، ما راح يستسلموا بسهوله. وبالتالي عم بقول لك شو هذه القصه، تاليف الحكومه اللي عم يلعبوها من خارج الدستور انه بنجيب لنا كم واحد هيك بنرضي فيهم الشارع. نعم. اخي مش قصه ترقيع، قصه يعني انا بقول لك انا زلمه بعلم استراتيجيه بالجامعه، اذا بعمل اهم استراتيجيه بالبلد وما عندي موارد طبقها تبع حبر على ورق، مش القصه بدك تالف الحكومه، القصه تحصل على ثقه الداخل والخارج
لمصادر المال او يلي بدون يدعمونا من سيدر وغيره، يبعثوا المال على البلد ليقيموا هذا. طب جبت هيدي ما اجى المال، شو بيعملوا؟ ما عملوا شيء. طيب هل هي الثقة من الخارج للبنان، يعني من المجتمع الغربي، انه هي بدها اياك تعمل حكومة فعلا تكون اصلاحية اجتماعية، ام انه بدهم اياك انه تصطدم مع حزب الله وتعمل مشكل معهم؟ يا اخي انا كل شيء بقول لك خارج وما خارج، نعم، ما حدا بيعمل لك شغلك. يعني نحن هذا لبنان كان محطوط على جنب، ما ناسينه. نعم. وتنزل الشعب بهالحجم هذا وتعممت القصة على كله من كل فتح المجهر. فتح المجهر المجتمع الدولي بيدعمك اذا انت بتوقف، بس ما بيعمل لك شغلك. هلا انت كيف بتحل هالقصة؟ بيوثقوا بالناس الموجودين انه رح يلاقوا حلول. بيوثقوا بالناس، ما هي كلهم عم بيقولوا قصة ثقة مفقودة. طيب اذا هيدا الجروب اللي بده يجي الانقاذي بحوز على ثقة الداخل وعلى ثقة الخارج، يعني الثقة موجودة، رح يتركوا له مجال ليقدر يتعامل مع هالأزمة هيدي، وبالتالي بيقدر يستجلب المال وينصرف المال محوزاته بالوقت اللي عم يتعامل مع هالأزمة. يعني انه حزب الله وجمهوره مش بتأثر بالأزمة؟ اكيد يعني. البلد. طب شو بده يعني؟ يا بيسقط البلد، يا اما انا بجيب فلان وزير داخلية او بركب حكومة ما بدي. بدنا نتعاون كلنا سوا بعقل مفتوح بدون ما نستهدف حدا. طيب جنرال، اليوم حضرتك كنت بالجيش وكنت يعني فينا نسمح لحالنا نحكي انه بين الاسماء المرشحه لتكون قائد جيش. طيب اليوم في بعد 3 سنين في انتخابات رئاسيه، وكل ماروني عرفا له حق يترشح لرئاسة الجمهوريه. لماذا هذا الافتئات على بعض الاسماء انه يا خي هيدي عم تعمل مشكل لانه عم بفكر انه يكون رئيس جمهوريه بعد سنتين ثلاثه او يعني هي القصة بس تخلص الولاية؟ القصة مش بالطموح. نعم. القصة كيف أنت عم تتصرف لتحقق طموحك. نعم. أنت موجود بالسلطة، ما هيك؟ نعم. طيب في قانون عندنا بيقول إنه أي موظف عام عنده هالطموح بده يستقيل من مركزه قبل بست أشهر، كانت قبل بسنتين عملوها ست أشهر. نحن عم يضلوا بالمراكز لوقت الاستحقاق، شو عم بيصير؟ عم يستغل مركزه ليحسن موقعه أو ليسوق حاله، مش عم يستعمل مركزه لخدمة للخدمة العامة. يعني المسؤوليه بمعناها الاساسي، بمعناها المعنوي، بمعناها الاساسي العملي، هي الخدمه، خدمه الناس. جبناك السياسه هي خدمه، ايه خدمه. وقت انت عم تستعمل عم تسيء استعمال السلطه ما تقول لا تعمل مصالح شخصيه، خلص سقطت الخبريه كلها. بتقول لي ليش بده يوسف؟ خي روح طلع من هالسلطه هيدي، وعمال لازم تعمله، وانت هذا شيء بحق لك مثل ما بحق لغيرك، بس اعملها بقوتك الذاتية، مش استغلالا للمركز لما انت فيه وتقول انه انا عم بخدم البلد. شو عم تخدم بقى؟ عم تخدم حالك انت. طيب ليه عم تنوضع هذه الشغلة؟ انا قصدي هذا الموضوع مشكلة، بانه حتى ان كان بتأليف الحكومة او بالشيء اللي صار، يعني في وقت واحد عم بدافع عن نفسه وعم بقول يا اخي انا شو انا اللي عملت لكم وضع اقتصادي هيك، انا اللي كان فيه فساد، انا مسؤول عن كذا وعن هدر وعن هذا. يعني في هيك في هيك في ازمة متراكمة. نعم. طيب اجوا هالجماعة واعتبروا حالهم هن قوية ورح يشيلوا البلد. نعم. طيب شو عملوا؟ ما شيلوا البلد، ورطوه أكثر للبلد. ما بقى يقولوا إنه في مزبوط في أزمة، بس ما أنتوا جيتوا على أساس تحلوا هالأزمة أو تحطوا أسس لحل الأزمة. بقى 3 سنين ما عملتوا شيء، والبلد راح انحدار، ولك صرنا هلا على أبواب ننهار اقتصاديا ونفلس. يعني التصنيف اللي أعطونا إياه جديد بعد نقطتين نحن من هذا التصنيف، معناتها دوري مفلسي، خلص فلسنا. شو بعدنا ناطرين؟ بعدنا عم فتش مين بده يركب اذا فلان بيبقى بمركزه، او بدنا نجيب ناس يخبوا سرقه ليجيبوا مال يقدروا يعالجوا هالوضع ويعملوا اصلاحات. طيب برايك هاي الحكومه اللي بدها تجي عم ياخذوا بعين الاعتبار الحراك وهذا الوضع الخارجي والداخلي، ام انه ماشيين بغير طريقه؟ الموجودين بالسلطه عم يشوفوا كيف بدهم يبرموا ويحتالوا ليبقوا بالسلطه. أنا بقول لك هيدي ما رح تمشي، وحتى إذا بمشي بده ينزل الشارع مرة تانية ضدهم، والخارج بده يقص، ما في ولا فرنك بيجي على البلد، إذا ما أجا ولا ليرة على البلد، معناتها رحنا رايحين على الإفلاس. بس العالم يعني إنه أنت مانك عايش لحالك، وأنت بلد صغير، وأنت بحاجة، رحت عملت سيدر يعني بحاجة لمساعدة. نعم. ما هون الجيم المصادر المال حلال المال، بدها تبعت مال تكون واسعة، طلبت منك إصلاحات ما عملت شيء، طلبت منك كذا، إمتين عملوا إصلاحات؟ قبل 72 ساعة بتبلش. لا والصحات عملوها بقلب اللي كانوا بدهم اياه، عم بقول الناس ما قالوا الناس اذا انتم عملتوا هيك ورقه كيف بدكم تطبقوها؟ نحن ما بنصدقكم. انه مش بس الناس، ما خيي برا ما في احدا ما حدا غشيم هالايام، انه انت بتعمل هالمسرحيه هذه ما عم تمروا لا على الداخل ولا على الخارج. طيب هلا اي حكومه رح تركب؟
أنا برأيي إذا ما أجت حكومة إنقاذية ما فيها كل هالسياسيين كانوا بالحكومة السابقة وناس متخصصين ومشهد لهم بالكفاءة وبالنزاهة بالكفاءة والنزاهة متخصصين وكفاءة ونزاهة أه؟ مش متخصصين ونزاهة في متخصص بس ما عندوش كفاءة أو ما عنده الكاب يقدر يعمل ياخذ قرارات يعني بدك تجيب ناس نضاف بيفهموا وعندهم الشجاعة ياخذوا قرارات لأنه هذا الموقف بده يكون نوع من الجراحين بدهم يقصوا حتى يقدروا يعملوا طيب لا نفترض من هلا لنهار الجمعة عشية أو السبت احتكم إلى حكومة اختصاصيين برأيك مين اللي بيجي بيسميهم وكيف بيسموهم كيف يعني بيعملوا ديليبراسيون مين اللي بيقدر يعمل هيك ما هي نحن عم نحكي بعدنا على ضفاف الدستور يعني مشاورات استطلاعية خطوط عريضة لبعدين يجوا يألفوا الحكومة هم مقتنعين انه اذا ما اجت هاي الحكومة ما رح يجي ولا ليرة على البلد والاحتيال هذا ما رح يعطيهم كارت بلانش سو بتبلش رئيس جمهوري ينقي شخصية توحي بالثقة وتقدر تجيب هيك حكومة انقاذية هو بده يعمل هذا الدور بالاتفاق مع الشخص مع الشخصية اللي بدها تسمى يلي هي بدها تقود هاي الحكومة بخارج كل هالكلب تبع رؤساء الوزارات السابقين بدها تيجي شخصية وهو بيقدر يستعين بكثير مراجع تقدر تقول له مين من هالشخصيات بتقدر تعمل وتألف نعم سو هاي دور رئيس جمهوري محور اللي عم ينعمل هلا شو عم ينعمل؟ شو المسرحيه؟ هو عم بيقول بتقبل لنقبل وما بعرف روح اقعد مع فلان خي ليه انت ليش بدك تعمل التواصل هذا؟ ليش انت مكلف؟ طيب هلا عملوا ركب افترض حكومه طيب شو دور الرئيس اللي بده يتكلف؟ بيجي بيقبل الحكومه مثل ما هي؟ شو لا هني عم يعملوا مشاورات بالخط العريض وعلى ما يحكى انه كمان حزب الله له راي بهذا المسار يعني حزب الله كمان بدك تطمنه يا خي عم بقول لك من المقاومه يعني المقاومه هلا نظرا اللي عم بيصير بالمنطقه لازم المقاومه كمان تعيد حساباتها باللي عم بيصير بالعراق واللي عم بيصير باليمن واللي صار بسوريا واللي عم بيصير بلبنان بدها تعيد حساباتها بشكل ما حدا خيي بده يقضي على المقاومه، نحن بحاجه يعني بتعيد حساباتها تتشدد اكثر اما تصير في تعيد حساباتها تغير عنوانها، تصير عنوانها نعم. لبناني نعم هذا العنوان الايراني هو اللي خلق المشكل، وهلا العنوان الايراني عامل مشكل بالمنطقه. انت اذا بدك تحافظ على المقاومه على شخصيات المقاومه يلي وترجع تلتف الناس مثل ما كانت ملتفه معها قبل من زمان وقت كانت عم تقاوم اسرائيل، بدك تغير العنوان، بدك تعمل عنوان لبناني. يعني بدك تفوت بالدولة الإمام الصدر الله يرحمه كان يقول قلن للشيعة فوتوا على الدولة ما بقى تطلعوا برا هون فوتوا على الدولة يكونوا جزء من من من, من منظومة هذه الدولة بس وقت عم تطير الحكومة عم تشيلهم من أهم سلطة إجرائية بلبنان يعني عم تطير الحكومة عم بصير فيها ما فيها أفرقاء كلهم وأولهم حزب الله مش حيكون موجود بالحكومة بس فيهم يحاسبوا الحكومة تبي انه الحكومه اهميتها وقت انت ما بتجيبها ما في غطاء اجرائي لها الدوله وقت بتكون حزب اي وقت اللي بتكون هالحكومه عم بتغلط بيطلع مجلس النواب بيستدعيها بيسحب الثقه منها هلا بالطائف صار في خلل كبير بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه بالدستور ال 26 كان في توازن يعني السلطه التنفيذيه رئيس جمهوري في حل مجلس النواب مجلس النواب يسحب الثقه هلا بالطائف طالت هالصلاحية صلاحية رئيس الجمهورية وبقيت بإيد مجلس النواب اللي هو أقوى سلطة يعني إذا بدك بالعمل هذا سو أنت وقت بيكون عندك هالحكومة منا من السياسيين الموجودين معناتها دور مجلس النواب رح يكون رقابي ومحاسبة أقوى وأقسى وقت الناس بدها تغلط طيب اليوم إذا عملوا حكومة اختصاصيين صرف شو الفرق بين حكومة اختصاصيين وحكومة تكنوقراط؟ هلا تكنوقراط انا سميتها حكومه انقاذيه بتجيبوا تكنوقراط بمعنى انه زلمه بس بيعرف بهالاختصاص يعني مثل مهندس بيعرف بالميكانيك بس ما بيعرف بالسياسي لو حط راسك بهون واشتغل ما هيدا التكنوقراط نحن بنقول حكومه انقاذيه بده يكون انسان متمكن من اختصاصه وعنده ثقافه عامه يعني عم بيستعمل هلا عم بيصير ضمن السياسه طبعا شو مسؤول هو بس انا اجي بجيب اي واحد تكنيسيان بيعمل لي اياها مش هيدي الخبريه حكومه انقاذيه بدها تكون ناس بيعرفوا الاختصاص ونضاف وعندهم الشجاعه ياخذوا قرارات
من ضمن السياسي اللي بدها تطاع الحكومه، من ضمن خطه الحكومه لانقاذ البلد، هيك بدها تصير خبريه، ما راح نحطها لا ضد حدا ولا مع حدا، بس انا بقول لك يا اخي في بهالقصه انه حزب الله نهار بغير بحط عنوان لبناني كل العالم بتحتضنه وبتبوس، ونحن هذا اللي بدنا اياه، انه وقت انك بدك تقول لي انه سلاح حزب الله منه ضروري لمواجهه اسرائيل، بقول لك ايه بس باقي عنوان عم بيحارب اسرائيل، نحن بدنا اياه يحارب عنوان لبناني. طيب جنرال انطوان كريم، اليوم اذا رح نعمل هالحكومه الانقاذيه اللي عم تحكي عنها، بتعرف يعني لبنان طوائفي يعني ودستوره حتى توافقي طوائفي، هذه الحكومه يعني مين رح يفرق يعني يعطي الحصص لل كيف رح يجي رئيس المكلف يقدر اذا ما قريت اللي عم بيصير بالشارع، هذا المنطق منطق ما قبل الثوره، نعم انه الطائفه بتطلع لكذا وهذا بيتحكم بالطائفه، اللي عم بيقولوا اللبنانيين خي طلعنا من فكره الطوائف، طلعنا من فكره المحاصصه اذا بدك، نحن بدنا حكومه لبنانيه لكل لبنان بغض النظر عن من النية، اذا انت بتلاقي انه هيدا افعل من هيدا وهو محسوب على كان سابقا، خي شو بدي طلعت منها القصه، انا جيب لي الانسان بيقدر يشترح لي حلول ويقدر ينفذها ويشيلني من المأزق اللي انا فيه، هيدا اللي بدي اياه انا، بغض النظر هو اكس ولا ايجراك. طيب رجع بتقول لي العالم عم تنزل تقول لك انا ما بدي محاصصه، رجع يقولوا انه يا اخي اذا اخذنا الطريقه اذا وقمنا بين الدستور وما دون الدستور وشفنا الحراك ماشي، خلينا نعمل حيز للحراك بالحكومه، نعطيهم حيز انه عم نحكي مع جزء كبير من الحراك، منوزر حدا منهم ومنخلي التركيبه مثل ما كانت حتى لو كانت تكنوقراط، يعني منجيب ناس على يحوطوهم للحراك للممثلين الحراك، هل بتزبط هيدي معهم؟ اولا ما في ممثلين للحراك، كل واحد بيقول لك انا ممثل الحراك بيكون عم يسعى على مركز، على مركز مش عم مش ماشي بالثوره، نعم. اهميه الحراك انه ما له قياده، كل واحد ببين عم بيعرض حاله لاجراءات، يعني انت بكره اذا بدك تقص راس حدا من هون يعني بدك تاخذ كل واحد عرض حاله انه انا موجود، عم هو عم بيقول له طيب تعالوا عن نيشان، طيب شو القصه؟ نعم. ما في قوت ولا الحراك انه ما له قياده، مش عم تربك الدوله، عم تربك الحكم، وبرجع بقول لك اي ترقيع يعني الثوب العتيق اذا بدك ترقعه بضل مخزق بدك تجيب ثوب جديد خلصي. طيب هاو الجماعه على ثلاث سنين ليك وين وصلونا؟ كيف بدنا نرجع نقول بعد؟ عم بقول لك انا اذا رجعوا ما في ثقه، معناتها نحن حكمه رايحين على الهوية، حكمه رايحين على الانهيار، رايك ممكن نوقف الانهيار؟ بدنا نرجع، بدي اسالك على 22 يوم كيف تصفهم؟ يعني بلبنان نحن بنعرف كل شيء ببلش عفوي وببلش طبيعي، بيرجع بصير في تسييس وبصير في دخول خارجي ودخول للمال بأي ان كان مع هالفريق او هي او هيداك، يعني بكل كيف تقوم ما حصل مع بالحراك من اول نهار من 17 تشرين وبعد 22 يوم؟ ليك وين بتصير في ثورات؟ بصير في ثورات بالانظمه الاستبداديه او الانظمه العسكريه، نعم. الانظمه الديمقراطيه بيروحوا على الانتخابات، ما بيرفعوا ثوره صغيره هيدا مظاهره صغيره وخلصت، نعم. وبيعالجوها ما بيعالجوها بفل الوزير على البيت، سو هالثورات بتصير بالانظمه الاستبداديه او العسكريه. دائما هالثورات تنفجر من حاجه اجتماعيه اقتصاديه، والا ليش عم بينزلوا على هذا؟ مع انه بيكونوا هالانظمه قامعتهم، سو لا ينزلوا الناس تخطوا على الخوف طفع الكيل ونزلوا مع السقلانين هيك ميتين. بهالمرحله هيدي كل الناس بتكون عم تراقب لوين رايح هذا الحراك؟ بينتهي بكره مثل ما طلع احدهم وبشرنا انه نهار الثلاثه بكون خالص، بلشت الجمعه هي هيك طلع الثلاثه هلا صاروا 20 يوم بحب نهار الثلاثه وبيطلع بعده بينظر وبيحكي خبريات. بتراقب الناس اذا تعممت الثوره على كل المناطق بنفس اللي عم بيصير وعلى الفئات على كل العالم على كل العالم وبتتعمم بتنتقل الى المرحله الثانيه يلي هي بيحاولوا السياسيين والاحزاب يفوتوا يلاقوا محل فيها، وفي ناس حاولوا وفي ناس بعدهم عم بيحاولوا، وقت بيفوتوا وبده يركبوا الموجه بيقطفوا كل ال طبعا بيخطفوها هن وبتيجي الانتخابات بيرجعوا هن يخطفوها فيقطفوها بهالانظمه هيدي اللي بيقرر مصيرها هيدي هو القوه العسكريه نعم الجيش نعم يعني بيبقى حامي هذا النظام، اذا الجيش وقف مع المطالب مثل ما صار بمصر بيروح رئيس الجمهوريه بطل حدا الحامي، اذا وقف مع السلطه بصير في مش بوقف مع السلطه ما بيقمعوها
ما في مجال وصل بإيران يعني. نعم. بس إذا انشق الجيش بين المتظاهرين وبين بتوحر أهلية مسار بسوريا. طيب. وإذا وقف بالنص؟ ما هو ما في يوقف بالنص. ما هو وقف بالنص يعني بطل مع السلطة. نحن نظامنا صحيح شو اسمه بيقولوا في هذا حد الدول العربية اللي كلها. بس مش مثل. بس نحن عندنا تجربة ديمقراطية ما حدا عنده إياها. نعم. وهذا اللي عم يخلي الناس تنطفي تطلع طالب حقوقها، والا كنا رحنا مثل غيرها من هالبلدان. هو القمع هون الجيش وقف على جنب لانه لا مع السلطه ولا مع الناس، لا هو بده اياهم ياذوا ولا بده يقف ضد السلطه وكانه عم يعمل انقلاب. نعم. ما في انقلاب بالانظمه الديمقراطيه، ما حدا بيقبله، بلبنان مش وارد الانقلاب. بتفكك الجيش كل واحد بيلحق رابعه. طيب ليش استهدف قائد الجيش العماد جوزيف عمر؟ لانه عنده حظوظ بالرئاسي يعني ما بعرف هيك فيها مشكله اذا عنده حظوظ طبعا للناس عم تعمل عم تسعى هي للرئاسه بحاول يلغوا كل المنافسين قبل ما يصالوا على الاستحقاق. هل نجح العماد جوزيف عمر بهذا؟ طبعا نجح. شوف انا ما بدي اقول لك انا رايي كضابط. شوف الناس شو عم تقول. نحن مع الجيش والجيش منا وفينا، ما خيروا عم يظهروا اولادهم بالجيش. انطلب انه ينقمع هذا التظاهر ينقمع. نعم. لا فؤاد شهاب عملها ولا فؤاد شهاب ابدا ولا عماد سليمان عملها ولا هو رح يعملها حتى بال 75 ما نزل. هيدا الجيش بهذا البلد الديمقراطي اقسم اليمين على حمايه الشعب مش على قمع الشعب. نحن لسنا بنظام، نحن بجيش لكل لبنان. الانظمه حدنا نحن مش فيها، مشان هيك نحن وضعنا فريد. وبالتالي الثورة منطلقة من النفس الديمقراطي الموجود عند الناس. وشوف تصاريحهم لهالشباب يعني ما حدا عم يقول لهم شيء، ما كلهم معلمين، كلهم خريجين جامعات، شو بدهم ما تعلموا خلص. ايه بس يعني عم يتعرضوا لهجمة كتير كبيرة انه انت بعتتك مدري مين اي سفارة وانت الفيسبوك جمع لك هودي الناس. بدي اسألك هلا هيدي الدفاع عن مكاسب السلطة بياخذ اوجه عديده من التهجم المباشر ومن التركيبات ومن التهديدات ومن التواصل. المهم كيف يقدروا يسكتوا هالناس. هالناس وصلت لمحل لن تسكت. امبارح توجد بنسبه تلاميذ تبع المدارس السكوندير يعني الثانويه مش بس الجامعات ونزلوا النساء. طب تعرف انه اخر احصاء للبنان يشكل عنصر النسائي بلبنان 62% من المجتمع اللبناني. ما في منهم ماتوا في منهم فلوا من الشباب يعني. بعدهم الشباب. انا عم اقول لك النساء بيشكلوا 62% من المجتمع اللبناني. لا. كانوا عم ينزلوا بشكل افرادي امبارح نزلوا بشكل مظاهره نسائيه انه نحن كمان لنا راي ولنا دور بهالبلد. وهذا هو عظمه النظام الديمقراطي. طيب جنرال انطوان كريم، اليوم يعني معلش احنا بحكم شغلنا يعني بنراقب شو بصير ثورات، شو بصير تغيرات باوكرانيا باسبانيا حتى بفرنسا اذا بدك وين ما كان. الشعب اللبناني منه معود على هالقد يعني فقط بالحقب الحديثه من 40 سنه لهلا مش معود على هالنمط. يعني بيقول لك لا خلينا كفوف حرير ونحن نعمل ما بعرف شو، انه اذا سمع شيء مسبي او راح شيء جريح او شيء بيستغربها الملأ بشكل عام. هل نحن لانه ما صادفوا الشيء اللي صار مثلا باوكرانيا او باسبانيا او شيء، ام انه هي مستغربه لازم تكون مستغربه؟ لكن اللي صار ما كان حسن حسب له حساب. نعم. لا جماعه السلطه بنوا على انه الشعب اللبناني هذا ما بحياته بينتفض. نعم. وما راح يصور وعملوا برنامجهم على هالاساس. وحتى الشعب اللبناني تفاجأ بحاله انه هو عاده ما بينزل. لانه هلا عمره 15 وعمره 16 يعني بينت مثل الخارج بس ما كانت معوده على هال. اما وانه نزلوا نعم بسبب الحاجات عدم وجود عداله اجتماعيه وعدم وجود عداله اقتصاديه، نزلوا واكتشفوا انه كانوا يسمعوا انه الشعب مصدر سلطاته. لا مزبوط تمام مزبوط. وهلا عم بيعيشوه عم بيختبروه مش مستعدين يتراجعوا عنه. لانه مثل واحد مثلا بتطعميه شيء لوح شوكولا طيب بصير لك بدي بقى. نعم. هول الجماعه نزلوا ليغيروا مستقبل هالبلد يلي ممكن يرجع يبدو فيه مواطنين عايشين بكرامه وببحبوحه. غير هيك هي عوده الى السابق على أسوأ. نعم. هل في خوف من تدهور الامور او تهورها او انحرافها؟ لان احنا بعدها مضبوطه يعني. لك نزلوا سلمية مشان هيك حازوا على دعم العالم. لو نزلوا بدون يعملوا مشاكل كان مثل غيرها ما حدا اطلع فيها. جربوا بما انه سلميين ونزلت عفو الدولية
وكل القوى الدولية بتدعم هذه الثورات السلمية وبتعطيها كل الحق لتعبر عن حالها، لأنه هن ديمقراطيين ونحن عنا هالتجربة هيدي، يعني يمكن مش بقدهم بس عنا هالتجربة هيدي. قوة الثورة أنه كانت إسرائيل واجهوها بالاتهامات ونزلوا عليها بالخبيط، ويمكن بكرة إذا طولت وبيدافعوا كدفاع أخير عن مراكزهم يلجأوا إلى النموذج العراقي ويصير في لا سمح الله لا سمح الله إيه؟ لن تسني هذا الشعب عن متابعة ثورته السلمية والمطالبة بحقوقه للتغيير إلى مستقبل أفضل، لأنه العودة عنه عودة إلى أسوأ مما كنا. لازم يعملوا قانون انتخاب جديد برايك الحكومه؟ تمام تمام تمام. هذا الشعب هلا اللي صوت لهول الناس هلا اللي بتصوت له بقول لك لا، مع انه في 55% ما صوت، بس هلا صار بيصوت هلا صار بيصوت. نعم جنرال انطوان كريم، معلش ضيق الوقت لانه يمكن علاء بعجل سير كثير كبير لو صرت عنه في مظاهرات يعني بدل 55 دقيقه يعني اخذنا نص ساعه. انا اكثر شوي عملنا استقبالي وسمحت لي مري هالكم فكره هيدي لطمن الناس. في عندك شيء تقوله باخر هالحلقه؟ عندي أقوله للسلطة أنه التعامي عن ما يجري مش هو الحل. رو مزبوط شو عم بيصير، وأنتوا عارفين أنه نحن إذا ما إجا دعم مالي من هالمؤسسات المانحة بثورة بلا ثورة رايحين على العجوة. ولبنان صغير يعني في نحلوله في نحلوا القصة افتحوا مجال نطلع بمدينة يعني. أنتوا قعدتوا ثلاث سنين وصلتوا الناس لهون، افتحوا مجال، في كتير ناس كفوقة ونظيفة وموجودة ومعروفة. افتحوا مجال اذا بدكم البلد، واذا انتم ما عم تفتحوا مجال بدكم حالكم، وهذا شيء مرفوض من قبل هذه الثورة. جنرال انطوان كريم، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.